أول تعليق لنادين نسيب نجيم على الدعوة المقدمة ضد ربيع فران ورحاب ظاهر يلي إله حق عندي يجي ياخدوه. بدي أقول شغلة، حرية الرأي والتعبير ما معناتها الإساءة. حرية الرأي والتعبير معناتها ننتقد بشكل محترم. علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على قضية دعوى القدح والذم والتشهير المقدمة ضد الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ظاهر أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة أن الأخيران تخطيا مفهوم حرية الرأي إلى الإساءة. وقالت نجيم في مقطع فيديو عبر حسابها بإنستغرام: بدي أقول شغلة، حرية الرأي والتعبير ما معناتها الإساءة، معناتها ننتقد بشكل محترم بشكل موضوعي ومصداقية. لما أنا بدي انتقد لأصفي حساباتي لأنه عندي كليكات مع أصحابي، لأنه بكره إنسان وبطلت موضوعي وصرت بدي اتمسخر على هيدي الإنسان على الطالع والنازل، بدي انتقده وبسبب وبدون سبب، بدي أحقر له شغلته ومكانته، بدي أنزل من نجاحاته بتحت أي مسمى، وبدي أحط كل تقلي لحتى أزي. هيدا ما نقد فني وصحافة. لما أنا بدي انتقد لصفي حساباتي لأنه عندي كليكات مع أصحابي، لأني بكره إنسان وبطلت موضوعي وصرت بدي اتمسخر على هيدا الإنسان على الطالع والنازل، بدي انتقده بسبب ومن دون سبب، بدي حقر له شغله، بدي حقر له مكانته، بدي نزل من نجاحاته بتحت أي مسمى، وبدي حط كل تقلي لحتى يأذيه. هيدا بطل اسمه انتقاد، بطل اسمه نقد فني. وأضافت الفنانة: يا ريت لما حد بده يتضامن يعرف الحقيقة ويعرف مضمون الدعوة ويعرف شو المشكلة بعدين يتضامن. إذا في حدا له حق يجي عندي، وإذا إلي حق رح أخده. اللي عنده حق يجي ياخده مني، وإذا أنا عندي حق بدي أخده. مرسي. كما وجهت نادين نجيم في مقطع آخر رسالة إلى من وصفتهم بأنهم يضللون الحقيقة، وقالت: لو أنا بدي أتشكى لأنه في إنسان انتقدني كان عملتها من زمان. ما بظن نادين نجيم رح تتشكى لأنه في صحفي انتقد عملها أو دورها. ما قصرته برمضان، ما تركته شي بالمسلسل، لكن ما انتقدت وما رديت على الانتقادات ولا حتى كان عندي ردة فعل. وبس بدي أقول شغلة للي عم بيحاولوا يضللوا الحقيقة ويكتبوا اشياء ما انا مزبوطه، لو انا بدي اتشكى لانه في انسان انتقدني وقال لي العقل عايده. وتابعت: جهلت الموضوع وكتار صحفيين اصحابكن يلي ما قصروا ابدا وما كانوا موضوعيين وما كان عندهم مصداقيه، بس كمان ما رديت لانه ما بيهمني فيها، ريت ما تضلوا للحقيقه. ما بظن انه نادين نجيم رح تتشكى لانه في صحافه انتقد عملها او انتقد دورها، ما قصرته هيدا الرمل.